هل ترون أن من الاستعداد لرمضان، من التهيؤ لرمضان، أن تكون النية قد اشتعلت في النفوس شوقا إلى رمضان من قبل رمضان؟ والله هذا جزء، يعني الشوق إلى رمضان وحب بلوغ رمضان وكثرة الدعاء وشيء من الفرحة وبهجة القلب كلما اقترب رمضان تشعر أن الفرحة يهتز لها قلبك طربا وأنك على موعد تفرح له النفوس. عفوا يا أحبة، هذا والله جزء من الاستعداد النفسي لرمضان، هذا من التهيؤ. ألسنا في كل موضوع عظيم في الحياة نتهيؤ له قبل؟ لو أن تاجرا عنده موسم عمل في رمضان أو في الحج أو سيدخل مشروعا أو عنده زواج أو عنده شركة وأي مشروع كبير في الحياة، قبل موعد الانطلاق نحن نعيش استنفارا قبله، استعدادا وترتيبا. حتى رمضان على المستوى الدنيوي نحن نعيش استعدادا قبله، فتجد البيوت تشتري بعض الحاجيات اللازمة وأغراضها مع التوسع كثيرا في بعض الأحيان، هذا استعداد. سؤالي هو على مستوى القلوب، على مستوى النفوس، هل عشنا حقيقة تهيئا لرمضان قبل رمضان؟ هل أشعرنا النفوس بفرحة تهتز لها القلوب طربا أن رمضان قريب؟ فإذا حصل هذا في القلب سينعقد العزم أنه لن يأتي رمضان إلا وأنا قد فعلت وفعلت وفعلت.